صباح الخير لكل الأصدقاء. في الواقع ليس من حق أي إنسان في هذا العالم أن يفرض عليك مثلاً الثقافة التي تعجبه أو الفكر الذي يعجبه. ليس من حق أحد أن يفرض عليك العقيدة التي يؤمن بها مثلاً. طبعاً هذا الإنسان واقعاً ينظر إليك على أنك إنسان قاصر، إنسان عاجز وتحتاج إلى وصاية. وهذا ما قصده طبعا الفيلسوف الألماني العظيم إيمانويل كانت في ذلك الشعار الشهير، شعار التنوير الذي أطلقه كانت، ولنقل صبغ القرنين 18 بلونه، عندما قال كانت أو دعا كانت الإنسان إلى أن يتجرأ على استخدام عقله بنفسه. قال: يا أيها الإنسان، تجرأ على استخدام عقلك بنفسك دون ما وصاية من أي جهة كانت، أو دون ما وصاية من أي جهة كائنا من كانت، وتجرأ على استخدام عقلك بنفسك دون ما وصاية من أي أحد كائنا من كان. يسعد صباحكم.